الحج كما كان رحلة جسدية شاقة ورحلة روحية عميقة، رحل سعودي عثمان الشاهين جسد على متن راحلته القصواء رحلة الحج قديما، حيث قطع مسافة 700 كيلومتر من خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب السعودية إلى المشاعر المقدسة. جزاء النماصي رافقه في هذه الرحلة ورصد هذا التقرير، نتابعه. خمسة وعشرون يوماً قضاها عثمان الشاهين على متن راحلته القصوى من قريته الواقعة في منطقة عسير جنوب السعودية، سار فيها 700 كيلومتر باتجاه المشاعر المقدسة. ما بين جبال السروات شق الشاهين رحلته وسط بطون أودية يغمر ماؤها أخفاف الإبل وسهولاً وشعاباً يستظل بأشجارها من حرارة الشمس. أنا انطلقت من خميس مشيط باتجاه مكة وقضيت في الطريق 25 ليلة، والحمد لله كانت يعني ليالي ممتعة وكان طريق ممتع للوصول إلى مكة. اختفيت خلاله أثر الآباء والأجداد، لأني ركبت الذلول اللي كان يركبونها آبائنا وأجدادنا، ولبست الزي الوطني اللي كانوا يلبسونه، الثوب المذولق والمجند، واتجهت إلى مكة مع الطرق القديمة التاريخية مثل طريق الفيل وطريق البخور، هذه كلها كانت طرق قبل الإسلام. ابنه خالد رفيقه في هذه الرحلة، فبين فترة وأخرى يتابع بشوق خطوات وصول والده لأداء مناسك الحج. ألو ألو، عليكم السلام. هلا حبيبي. إذا لبست السماء سوادها أضاء الشاهين ليلته بأهازيج شعبية تكسر حدة صمت المكان من حوله. لقيت في الوحدة سكون وسعة بال، بعيد ما عندي من الهم طاري، أرجع الذكرى على رؤوس الأجدال ومرح خلا بين الحجل والقماري، ما همني جمع المرابي الأموال، عزيز لو أمسيت جيعان عاري. مع بزوغ فجر كل يوم واصل الشاهير رحلة الحج هذه التي جسدها عبر وسيلة التنقل الأولى في طريق طويل لم يتبقى منه إلا القليل، فوفق الحسابات القديمة فرسخ أو فرسخان بيننا وبين مكة، أي نحو 10 كيلومترات من حدود المشاعر المقدسة. جزاع الناصي، العربية. ومن مركز استقبال الحجاج من منطقة نوارية مراسلنا جزاع النواصي، أهلا بك معنا، صباح الخير. الحمد لله على السلامة يا جزاع، سلامة الأسفار، ما تعبت؟ الله يسلمكم، صباح الخير عادل، صباح الخير مروة، يا هلا ومرحبا جزاء. يعني احنا طبعا شفنا التقرير وشفنا المشقة اللي هو يعني مر بها خلال 25 يوم، لكن انت كنت جزء من هذه التجربة، خلينا نفهم منك كيف كانت وانطباعاتك عن هذه الرحلة. نعم مروة، حقيقة وعادل يعني هذه الرحلة وهذه التجربة أنا سجلتها حقيقة يعني كتذكار جميل للمسافة اللي قطعناها مع الرحالة الشاهين اللي قادم من منطقة عسير تحديدا من خميس مشيط من جنوب السعودية يعني إلى المشاعر المقدسة في مسافة يعني تقدر ب 700 متر، ففي تجربة كبيرة حقيقة يعني على الذلول أو على الرحول، يعني كان هناك مشقة في تصوير هذه المشاهد لأنه الركوبة زي ما يقولون
ما نستطيع ان يعني احنا نتحكم فيها كثير، فغالبا هي اللي تتحكم فينا، فنعيد التصوير اكثر من مره ونعيد المشهد اكثر من مره حتى خرجنا يعني في مثل هذا التقرير. طب خلني اسالك جزاء، اليوم يعني عثمان الشاهين غير ما صورت له، ايش قال لك؟ التعب اللي حس فيه، هالطرق اللي خذاها، جبال السروات وهو جاي على طرق قديمه، ايش اللي شافه؟ ايش اللي تحرك في مشاعره وحتى في طبعا ناظرة؟ صحيح، مشاهد كثيرة عادل حقيقة، يعني قالها الشاهين لنا احنا نصور هذا التقرير ما عرضت، يعني مثل المشقة في الطريق، يعني تعرض إلى مشقات كثير، يعني تعرض إلى قلة في الماء، تعرض إلى قلة في الزاد كما ذكر، أيضا يعني مر على كثير من القرى، تعرض إلى العزايم، يعني كل قرية يجيها يعزمونه ويقولون والله لا تدخل وكذا. برضو اكتشف أشياء، يعني هو ذكر نصا يعني أنه هذه الرحلة ليست رحلة إيمانية أو تجسيد لرحلة الحج القديمة، بل اكتشف أشياء جديدة في طريقه، يعني على هو يعني وصفها يعني أنه أشياء جديدة عليه، يعني كنقوش إسلامية على الطريق، أيضا طريق الفيل ووجد يعني جزء كبير منه مرصوف، كذلك طريق البخور، كل هذه الطرق يعني مر على آبار، يعني ذكر بأنها ربما تعود إلى عصور إسلامية قديمة، يعني هي رحلة استكشافية كانت بجانب رحلة الحج. شكرا جزيلا لك، كنت معنا جزاء النماصي من مركز استقبال الحجاج. جواك الله، أعطيك العافية.